ولمعرفة المزيد مشاهدي الكرام ينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. أهلا وسهلا. يعني في بداية نتكلم عن النفط، يعني هل تشهد فعلا أو تتوقع أن تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟ يعني نعرف تماما أن برميل النفط سعره حساس بشكل كبير جدا لأي توترات جيوسياسية، خصوصا من مخاطر أنه يكون في عنا اسكليشن أو تصعيد أكثر ودخول أطراف أخرى ممكن يعطل ذلك عمليات الإمداد في الأسواق، وممكن أيضا أن يسبب اضطراب في تحركات السعر. استجابة الأسعار كانت خلال الفترة الماضية واضحة جدا، ارتفاعات قوية شفناها نحن بأسعار النفط ومحاولة ومناورة مرة أخرى يعني اقتراب أكثر ربما نحو فئة $100 للبرميل، ممكن نقترب منها بشكل أكبر إذا ما استمرت التوترات أو تصعيد التوترات الجيوسياسية بشكل أكبر، خصوصا في ظل أنه أنا في عندنا محدودية في المعروض بشكل أو بآخر وصعوبة دخول أطراف جديدة لسوق المعروض النفطي لحتى تحقق التوازن مرة أخرى. لا يزال هناك أفاق إيجابية للطلب، ولكن في نفس الوقت محدودية المعروض ووجود الفولنتري كاتس أو التخفيضات الطوعية في أرض الواقع من أوبك بلس حتى الآن تساهم بشكل كبير بدعم أسعار النفط ودعمها بالاتجاه الصاعد، على الرغم من أنه في قوة بالدولار الأمريكي أستاذ. يعني نحن شفناها الدولار الأمريكي قوي كملاذ آمن، ومع ذلك عادت أسعار النفط للارتفاع، وحتى ما حد أي تأثير لحديث فنزويلا الأخير اللي شفناه يعني يوم أمس. عادت الأسواق مرة أخرى للارتفاع لأنه عودة النفط الفنزويلي يحتاج وقت طويل جدا في السوق. نعم رائد، إذا ما تحدثنا حديثنا يطول عن التقلبات، شاهدنا هناك تقلبات بالنسبة للأسهم بالنسبة لخسائر السندات، برأيك يعني ما هي الخيارات المثلى للاستثمار في ظل الظروف والمعطيات الحالية؟ يعني حقيقة عم نشوف نحن كمان أداء إيجابي في أسواق الأسهم الأمريكية، يعني نحن شفنا بالنسبة للعوائد على سبيل المثال أو الأرباح الأسهم شفنا ارتفاع ب 2.2% لأرباح الفصل الثالث لأسهم S&P 500 بالمقارنة مع التوقعات عند 1.2%، هذا يعطينا ضمنيا أنه الارتفاع حتى الآن بعد قبل هذه النشرة كان إعلانات أرباح لكبرى البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، رأينا الأرباح ترتفع أيضا بأعلى من التوقعات، إجمالا يوجد أداء إيجابي. ربما هناك كان ضغط على أسواق السندات نتيجة التوترات الجيوسياسية، تكون الريسك أوف مود أو عدم الرغبة بالمخاطرة، بالتالي توجه نحو الدولار الأمريكي والسندات، لكن سرعان ما عادت أسواق الأسهم تظهر جاذبيتها بطريقة غير مباشرة بالنسبة للمستثمرين لأنها تحقق عوائد أعلى وعادت الرغبة بالمخاطرة ولكن بشكل ضعيف نسبيا. طيب رأيك فيما يتعلق بالذهب وعلى المدى القريب، هل فعلا سنشهد تقلبات أيضا عنيفة فيما يتعلق بالمعدن الأصفر؟ يعني نحن شاهدنا حقيقة عودة سريعة جدا لأسعار الذهب متأثرة بالأحداث، شفناها تقترب استقرارنا فوق مستويات الـ $1920 للأونصة. مهم جدا أنه نشهد ارتفاعات أو عودة الارتفاعات على أسعار الذهب مرة أخرى نحو مستويات قريبة من 1970 إلى 1975. حقيقة الذهب يستغل فرصة التوترات الجيوسياسية ولمعانه ظهر بنتيجة توجه المحافظ الاستثمارية إليه، خصوصا يوم الجمعة شفناه عم يضيف $51 فقط في يوم واحد بنتيجة المخاوف من أن يكون في عنا تصعيد أكثر فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية. ارتفاعات أسعار الذهب منوطة بالاستقرار حقيقة فوق $1900 ممكن يكون المجال مفتوح أكثر، طالما نحن مستقرين فوق $1906 فالوضع أعتقد لمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة. سريعا رأي في السؤال الأخير، يعني الأسواق تترقب خطاب باول الخميس المقبل، هل تتوقع أن يميل التيسير النقدي؟ يعني هو مرتبط بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية الصادرة، ننتظر ريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة خلال تعاملات هذا الأسبوع وهي أحد المؤشرات المهمة في قراءة التضخم. حتى الآن التضخم ليس بالسوء ارتفاعاته، وبالتالي لا أعتقد الفيدرالي سيقبل إلى تشديد في السياسة النقدية وسيبقي نوعا ما أسعار الفائدة عن مستوياتها وهي يعني لهجة تيسيرية تعتبر. نعم الصورة واضحة. رائد الخضر، رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك رائد. إذن مشاهدي الكرام هذا كل ما لدي بالنسبة تعاملات أسواق المال العالمية والسلع، الآن العودة من جديد للزميل عبد العزيز وما تبقى من تداول.